الأصل أن المسلم يصلي إلى سترة. أصل بنما أويا ككسي مسلمان نيش بكا برو ستريك. سنة مؤكدة. سنتي هي مؤكدة. يقف يجعل الرجلين على استقامة البدن. الدوستي هردو بي بروب الروب نوي شانا كان يجسي ريك دكات. يعني لا يفرج. يعني بيكاني بلاو ناكاتوا. ولا يضم. هردو كشينا خاطيك. استقامة البدن. بمستقيمي وبريكي بيكي لقل جستي دابي. النظر دائما موضع السجود. تماها مكاتيك ودائما تماشاي شويني سجدكي بكات. يكبر الله أكبر. والله أكبر تكبيرا أكات. يجعل الكفين مضمومة الأصابع حذو الأذنين. هموت هردو دستي بانجاكاني أنا تيكو لنزيق يوشككاني روي بقي بلدكات. أو حذم المنكبين. يان برامبر هردو شانكاني. ثم يجعل باطن الكف اليمنى على الظهر كف اليسرى ورزق الساعد. ناووي دستي راسي اخات السر دستي شبي هنا ايره او قبض يقبض هكذا يا بمشي ويا ديغريت على صدري لسر سنجي دون تكلف ببيع او تكليف قال يعني لا يضع هكذا يعني بمشي وين هكذا ولا هكذا على قلب يا بمشي ولا سر ضلي ولا على خاصمك لو شوي شنايك نعم يضع على صدري يا بمشي ولا سر سنجي سنجي دايدنات يستحب لهن يقول دعاء الاستفتاح مستحبه دعاء استفتاح بخينت نعم ثم يستعيذ يبسمل أمجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكاد وبسم الله الرحمن الرحيم دكاد ثم يقرأ الفاتحة كاملة أمجر بكامل وتوابي سورة فاتحة دخلت يؤمن آمين أمجر آمين اجدلت ثم يقرأ آية استحبابا فأكثر أو سورة يعني آيتك يعني زياتر دخلت وكو مستحب ثم يكبر الآن ويركع الله أكبر أمجر الله أكبر دكاد ودروات ركوع يجعل اليدين ممدودة هكذا مع استقامة الظهر مع الرأس. بشتي لقل سريع الرأس بيتو دستكاني بشويك الرأس لسر أجنوي دايدنات. سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا. دليت بواجبي يكجار بليت سبحان ربي العظيم. استحب لهن يزيد بما ورد. ومستحب شاء زيادة بلي وذكراني كاتون. كان يقول وكو وي بليت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي غير هذا مما ورد لو ذكرانا وجقلوانيش كاتون لسنة ده ثم الآن بين الركوع وقبل أن يعتدل يرفع يديه يقول سمع الله لمن حمده أمجر بيش أوي هل سيدة سكاني برزكاته ودالي هل سيدة باو دالي سمع الله لمن حمده إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد أقر راس توبو وستا قال يا ربنا ولك الحمد يستحب لهن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لو ذكرانا زيادة لو ذكرانا بيجد قال يا غمر إخوة وهاتون صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسجد أمجر الله أكبر كاتو دا شهد السجدة نعم يجاف يجعل المرفقين لا يجعلهم على الأرض يرفعهما دا سكاني ناخد السر عرس بلكو أنشككاني ناخد السر عرس بلكو برزي دكاتوا ولا يرفع الرجلين خاتشكاني برزناكاته او يضع احدهما الاخرى يعني يكي بخات السربيتر لابد ان يضع باطنهما على الارض دبي ناووي بنجكاني بي بخات السر عرس لا ينضم هكذا في السجود اواب وشيوي خوي نايريت يك ولا يمتد امتداد وخوي دريجناكاته اواب وشيوي وسط نيوان دو ناوان يقول سبحان ربي الأعلى دليت سبحان ربي الأعلى ويستحب أن يزيد بما ورد ومستحب أذكرنا بلي كلبيا هاتون الله أكبر ويجلس أمجر الله أكبر كاتو دا دانشت الجلسات في الصلاة تكون على هذه الصفة دانشتن لن يشكان دا بمشي ويا دبيت إلا في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد يتورط في التشهد الأخير إلا مگر لو نجانا بيك التحيات يا زياتري تيدايا أبو شوية تورك دكات نعم كذلك يعني عندما يسلم الأصل أن يسلم برأسه فقط وهر وهكذا السلام دكات مستحبة كبس بسري سلام بداته بدون أن نحرك اليدين